بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. حلقة جديدة إن شاء الله وموضوع جديد إن شاء الله سوف يكون حول هشاشة العظام. طبعا هشاشة العظام تعني أنه الكالسيوم يكون فيها قليل وتكون معرض للكسور بشكل أكثر من غيرك، وكذلك أيضا يكون عندك إحساسك بالبرد أو حتى ولو كان ذلك في الصيف أو كانت الحرارة معتدلة، لأن كثافة العظام تكون قليلة جدا عندما تكون مصاب بهشاشة العظام. اليوم سأورد لكم أهم الأسباب التي تؤدي إلى هشاشة العظام، وأيضا أهم الطرق التي ضروري أن نتبعها من أجل الوقاية من هشاشة العظام. أما أهم الأسباب التي تؤدي إلى هشاشة العظام فهي أولا الإكثار من تناول الملح، أيضا الإكثار من شرب المشروبات الغازية، أيضا الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة وقلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة، كذلك أيضا عدم التعرض للشمس ونقص الكالسيوم ونقص فيتامين دال إما من الغذاء أو من غيره. كذلك التدخين يؤدي أيضا إلى هشاشة العظام، وأيضا الحمل، كذلك أيضا الاضطرابات الهرمونية خصوصا لدى النساء بعد سن اليأس، وأيضا كثرة السقوط وكثرة التعرض للكسور بشكل متكرر. أيضا من ضمن الأسباب هي تناول الأدوية خصوصا أدوية الصرع والأدوية الكيماوية وغيرها من الأدوية التي قد تسبب عدم امتصاص الكالسيوم وأيضا عدم امتصاص الفيتامين د. أما آخر الأسباب فهي النحافة المفرطة وسوء التغذية. أما ما هي النصائح للوقاية من هشاشة العظام؟ أولا احرص على أن تتعرض للشمس يوميا على الأقل ساعة باليوم، وأيضا احرص على تناول الأطعمة الأغذية بالكالسيوم وفيتامين د وهي البيض والأسماك وأيضا الكثير من المكسرات وغيرها من الأطعمة المفيدة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د. كذلك أيضا عليك الإقلال من تناول الملح وكذلك الإقلال من شرب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى عليك ممارسة الرياضة وبذل مجهود بدني كل يوم حتى تحافظ على عظامك قوية ووقايتها من هشاشة العظام. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.